اليوم نظمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم لحزب العدالة والتنمية يوما دراسيا انصب في هذه الجلسة حول تقييم المسار الديمقراطي في بلادنا من ناحية السياسية ومن ناحية التنموية. العرض الذي تفضلت بإلقائه بين يدي الحاضرين هو مرتبط برصد مؤشرات التقدم الديمقراطي في بلادنا منذ سنة 2011 إلى سنة 2021 ومظاهر أيضا الضعف والارتباك والتردد التي تعترض رسوخ المسار الديمقراطي في بلادنا. وبطبيعة الحال وقفنا عند الأعطاب البنيوية أو الشبه البنيوي التي تعوق دون رسوخ الفكرة الديمقراطية في أداء وسلوك جميع الفاعلين المعنيين، وأيضا وقفنا عند بعض الأخطاء التي يكون حزب العدالة والتنمية مسؤولا عنها من خلال تجربته الحكومية، مع رصد بطبيعة الحال المعوقات التي اعترضته في هذه التجربة طيلة 10 سنوات من العمل الحكومي، سواء في الحكومة الأولى التي قادها الأستاذ عبد الكريم أو الحكومة الثانية التي قادها الدكتور سعد الدين العثماني.